سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح مفصل وتفاصيل أخرى عن لي فونكسيون. نبقى في لو ميم لوسون 4 فونكسيون لي فونكسيون. فوالا، دونك باغ اكزومبل كون نحبو نديرو اون فونكسيون كما العادة، هو ستراكتر تاع اون فونكسيون. اون فونكسيون كيسطل ديسب. Cette fonction, par exemple, mettre le ou la paramètre. Donc, on a fait la fonction, après, on a appel. Donc, cette fois-ci, mettre le ou la paramètre. C'est juste une fonction qui affiche. Donc, afficher nom, quoi, dot write. Donc fonction t'affiche par exemple un message hi it's me, voilà it's me avec la même chose semi-colon la semi-colon. Donc c'est la fonction m'attribue le chiffre de l'arbre que je dirais la appel ou la display. Il s'appelle display. Normalement il y a يعني كما تعلمنا هنا في الدرس هذا اللي هنايا فونكسيون تعمل عمل ما نديرو لها ابل. دونك فونكسيون تعمل عمل ما نديرو لها ابل، نديرو كوبي الاس نديرو اكزيكيتي افيك البراوزر فايرفوكس. دونك ايشي ننتظرو فتح البراوزر فايرفوكس و فوالا كما راكم تشوفوا اتس مي اراك. دونك افيشاتنا لي ريزلت اللي هي كتبناها من هنا. دونك اون فونكسيون ما تستقبل ولا شيء، تاع تعمل غير عرض يعني تاع يطلع عادي جدا بالاسم تاعها، وهي راح تعطيك الشيء اللي عرضته، الميساج اللي عرضته. مثلا باغ اكزومبل سيون كنا نهتمو بفونكسيون كي تستقبل دو تسمى باغ اكزومبل كال ويا كوم كومبيوت بيوت فونكسيون كومبيوت تستقبل دو بارامتر ايضاً اي اي في، وهذو لي دو بارامتر اي في هذه لا فونكسيون تستقبل دو بارامتر وتعمل روتور لي دو بارامتر. فوالا تعمل روتور لي دو بارامتر ايضاً اي سور في. فوالا تعمل اي سور في فونكسيون عادي تستقبل دي بارامتر مي تعمل روتور ما تعملش افيشاج كما شفنا هنايا. في هذه الحالة ما ننساوش سيمي كولون. في هذه الحالة نورمالمون كما تعلمنا قلنا نديرو جوست ابل كومبيوت. هنا كما راكم تشوف كي قلنا كومبيوت ابل اوتوماتيكمون لو كومبيلاتور قالنا واش هي، قالنا بلي كاين اي وي في لازمك تدخلها. نقولو حنا كات اي دو دو بارامتر. دونك عادي جدا نسجلو وشوفو النتائج. يعني عفوا هنا سي جوست كونترول اس نتظرو تيبو ابري ران اتس مي اراك. دونك كعدرنا غير في لا فونكسيون الاولانية هادي، يعني لا فونكسيون هادي يعني غير يافيشينا في لا فونكسيون هادي. هادي هنا ما قامناش بالعملية الرياضية. علاش هنا ما قامش بالعملية الرياضية؟ السبب في ذلك هو انه يعني هنا تستقبل دو بارامتر مي تعمل روتور. الروتور هذا واش هو؟ هو لابيل هذا كنعيطو بعد كومبيوت كات دو، يعني كاننا قلنا عملنا كات سور دو سي دو. دونك هذا الريزلت في الحقيقه هي تحتوي على النتيجه دو. دونك مادامها تحتوي على نتيجه تحتوي على دوني، مادامها تحتوي على دوني هذه لا دوني لازم نحطوها في الريزلت. ريزلت نحطوها في الريزلتا، والريزلتا هذا سيت اون فاريابل لي ستوكي لنا هذا الريزلتا، لازم نكتبو فار. ومن نضيف كيما تعلمنا في لي فاريابل لازم تكتب فار من بعد الفاريابل. هذا الفاريابل واش يحتوي؟ يحتوي على القيمة دو. هذه كاع راهي قيمة دو، يعني درنا ابل مي تحتوي على قيمة لازمنا نحطوها في ريزلتا. وهذه الريزلتا كي نحبو نافيشيوها سي جوست نستعملو دوكيمون دوت رايت. فوالا دوكيمون دوت رايت نقولو ريزيو
Et voilà, résultat est, figure 1 classe, contrôle V. Variable terne hadaya. Donc, il y a de l'hala, donc il y a de l'hala ou chef, il y a de l'hala. La fonction de returna i et v, ou je dirais, aïtna la appel compute, l'esm taha, ou aïtna la le deux paramètres liste de la. Il y a ou je dirais, t'as qu'il y a de deux, le 4 ou de deux, j'ai là et tu goulles. رجع لي 4 سور 2 سي 2 يعني رجع لي 2 هنا راح تقوم هنا يعني اعاده 2 اعاده 2 ستين دوني مدام ها دوني تخبى في ريزلتا في فاريابل ريزلتا ومن بعد نافيشي فاريابل ريزلتا عادي جدا كونترول اس افيش هنا فوالا اغاك ان ريزلتا اي 2 دونك هنا كاين جوست لازم نفصلو بيناتهم كونتر اسمي اغاك و أو بيز جوست هادي نديرلها كومونتير مدامنا ماناش بالحاجة بيها فوالا ماناش بالحاجة بيها نديرلها كومونتير كوم سا دونك هادي هنا تولي غير متنفذش تنفذ لنا غير هادي نديرو كونترول اس و نديرو اكزيكيسيون فوالا لي ريزلتا اي دو دونك كيما كتبنا هنايا دونك هادي هي خلاصة الدرس هدايا تعلمنا دي فونكسيون كيرو سوا دي فاريابل ونعيطوا لها ديريكت وما نخزنوش النتائج في الفاريابل ديريكت ما نعيط لها تافيشينا الريزلتا تعلمنا عن الفونكسيون ما تستقبل ولا بارامتر غير تافيشي ونعيطوا لها ديريكت وما اوسي سون بارامتر وتعلمنا على الفونكسيون اللي تستقبل وتعمل روتور عندما تعمل روتور راح تعمل لنا اعاده لنتيجه لازم نحطوها في فاريابل نافيشيها دونك هادو هما اون غرو لي ديفيرون تيب دو فار دي فونكسيون اللي نقدروا نتلاقاو بهم دونك في الجافا سكريبت ولا في دوتر لونداج دو بروغراماسيون دونك فوالا الى درس اخر ان شاء الله في تفاصيل اخرى في جافا سكريبت